النتائج كنت مصدوم، في نفس الوقت كنت متوقع انه انا راح اكون نوميني. اوكي، راح احاول اشتغل على حل المره الجايه وما ارجع اوقع في نفس الغلطه، خصوصا هذه المره صعبه كثير لانه انا وموبيل نومينيشن واحده والجمهور راح يقرر ينقد واحد في بيناتنا. اونستلي ما بعرف بيني انا وبيل شكون اللي راح يبقى في الاكاديميه شكون اللي راح يفوت، ولكن بالنهايه انا وصلت لمرحله مشرفه وما بعتني سو اللي راح يطلع من الاكاديميه اكيد راح يكون حقق شيء كبير. اذا طلعت موبيل هذه الجمعه من الاكاديميه نقولها انه هي اللي وصلت المرحله، لازم تفتخر انه هي وصلت لها، واكيد راح وراح نفتقدوا لها في الأكاديمية. وإذا أنا طلعت أكيد أنا راح أكون كتير فرحان بالمرحلة اللي وصلت لها، وأكيد راح أشتغل كايدي كأصحابي وراح أشتغل الأكاديمية. إذا شايفين أنه أنا أستحق أن يبقى في المسابقة صوتوا.